اقتصاديا دائما، أين بشر المتعاملون الجزائريون في الأشهر الأخيرة جهودا حثيثة لولوجيا الأسواق الإفريقية المفتوحة على القارة، خصوصا في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة لمختلف المؤسسات المحلية سواء كانت صغيرة متوسطة أو كبيرة؟ المزيد في تقرير عمر بدقة والقراءة لخالد بوفكان. تراهن الجزائر في الأونة الأخيرة على اقتحام الأسواق الإفريقية للرفع من صادراتها نحو دول القارة، وهو المسعى الذي انخرط فيه المتعاملون الاقتصاديون. شركة كاتيل هي شركة استراتيجيتها حاليا هي الولوج إلى الأسواق الخارجية، والتوجه الحالي هو السوق الإفريقية. بالنسبة لهذا المصنع هو ليس فقط التسويق في السوق الوطني، بل الذهاب نحو التصدير إلى كل الأسواق الإفريقية، الأسواق الأوروبية، وربما حتى الأسواق الآسيوية والعالم كله إن شاء الله. الدخول أكثر في منطقة التجارة الحرة الإفريقية هو هدف أصبح سهل المنال بالنسبة للمؤسسات المحلية في ظل التسهيلات والدعم المقدم من طرف الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. احنا ماذا بينا تكون استراتيجية في التصدير ألون تيرم، أموين إي ألون تيرم، ومع كل التسهيلات المقدمة من طرف الدولة الجزائرية، يعني هذا يحفزنا كثير باش نخدم أكثر في هذا السياق. بيان سور تواجد في الأسواق العالمية والإفريقية ولو تو دانتيغراسيون، يعني ماذا بينا المنتوجات تاعنا يكونوا مخدومين 100% يعني جزائرية. إيجاد مكانة في الأسواق الإفريقية تسمح بزيادة وتيرة التصدير وخلق الثروة، مشروع تعمل عليه الجزائر للتموقع اقتصاديا داخل القارة السمراء.